هل من صبر على من ظلموه ولم يستطع تبرير نفسه تبرئة نفسه له أجر مأجور، لكن الأفضل إذا كان بإمكانك أن تبرئ ساحة نفسك فهذا أفضل. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها صفية لما كان واقفا مع زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها، ومر به رجلان فأسرع المسير رجلان من الأنصار فقال على رسلكما إنها صفية، قال وكبر عليهما ماذا يعني كأنهم يقولان ما هذا يا رسول الله أتظن أن نظن بك شرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام معلما ومؤدبا ومرشدا جزاه الله عنا خيرا، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فعلمنا أحسن التعليم عليه الصلاة والسلام، فلا تضع نفسك في موطن شبهة.